كوران هدي أن كده واحد جرى خوف دنتي كدبنا كسول أبتي نلاش سيدي عادي قه وح معقولة إن هذا نيرو ميسنين برسى وح ما تكاد لدونا أرنتنين دنتي كدبنا كسول أبتي نلاش بخل سنة كدب وحنا لشجع إن كان هو يهي نبي كمد أه نبي يدي الله سيدوك لنا وحي يهود شجع إن كان هو يهي ويلكي الله أستغفر الله قصادة نيكان لغو مقعاو عزير وحينا خطي متكمد آخي سوينكي وعجيب سناء سومري تاريخ دا إسلامكا إساقو نيكان وقال نفتكا خاضي كدبنا كسو علي بخول سنة كدب وحانا قصادة نيكان سيخي حان لغو شيغي قرآنكا عدبا سيد عاديق آه وحاجر سؤال بضن أو كسو دعاية مسكح دادا كواسو آه سيدة أي معخول كنا خطي إن نيكان او بنت بخول سنة كدبنا او كسو لابتن الله شاين أقول كنا خطي إن كان ونلاش كسول أبتو لمشدي سكديب سؤالها صورا يكوب كلو بدن وحن كاري جواب دونا حلقة دينا مانتا سيدو كلنا واحد حلقة دينا مانتو كوارك دونتا بخور كي بربوري بيت المقدس إسقوا حتى لاي دمام بيهودا يسيدو كلنا بربور كي بخور تويدي تاريخي هيد بابل السلام عليكم شو داوده هيغا وحبا اسلمين هدي اذن يخون مقعيق ومو حكيمي وحا هالكان سوقليا في ديار تاريخ دعدوين ايو مرمر كخار قصوين كنبي اذا دي اد دعشاي في ديو دنو عانو كلي حردينا اينا تكسو بير تفيميل كينا اذيقو نو سبسكرايب غرينا ايو قنباليل كان فرنا ايو سي ايكو سوقاران في ديو اذا ان سوقلينا هالكان هدي اد هورينا لجوك تينا سيد عادة هيد وحدي نو لايك غريسا في ديو غا سي ايقنو نخطو دير قلين وحان ما تكاد لدونا متكمد قصوين كي وعجيب سنة سومري تاريخ ذا إسلامك أو أهيد خصادة نينك لغو مقعابه عزير أن قده أقل في ديوغينا مانتا هدبا وحالغا يابا إنا دسوي دينيسو واكوما نينكان لغو مقعاب عزير في رقارة وحالا شيغا إن نينكان لغو مقعاب عزير وصن أهين نبي هالكا دادكا خارنا إيه شيغان إن نينكان يؤي هاي نبي ثوابتو أه وحو نينكان نسب كيسو أولابتا داود عليه السلام أو أها النبي موسى ولا الكيس بلسه مجرو أرين دبا أو حقي جينيسو إن نينكان يؤي هاي نبي إيه سيدو كلبا إن وصن أهين دبا نينكان خسديسو وحي أولابا نيسا حلقي بخورتو يدي تاريخي أها إيه بابل بخور كي بربوريي دمان بيت المقدس لا يينا دمان بيهودا او لغو مغا عاوي جيري بخت نصر اما سيدو كالي نبوخد نصر بخور كاسو كميد اها افرتي بخور اي سو مامولي عالم كو ايدن اذا عاديق اه بخور اذا دوني دان سو مري وحي سو مامولايين خيب كميد اه دوني دا سي وحا جيري افر بخور او سو مامولي دوني دا او ايدن لغا سو بلاو هالكي اي خورح دا كسو بحضو الا لغا قارو هالكي اي خورح داو دعض وحانا بخور اذا سكميد اها لو بخور aha muslimiin halka laba boqor kamid ah ay ahaayeen gaalo wuxuuna boqorkan kamid aha 4taas boqor isagoo xitaa kamid aha labadii boqor ee gaalada aha ee soo burburiyay dunidan wuxuuna ninkan lagu magacaabo Uzair noola xilligi boqortooyadaas boqorkan lagu magacaabo Bakhtanasar wuxuu burburiyay Baytul Maqdis kadibna wuxuu laayay dhamaan ba Yahooda ilaa ay Yahoodu kala firdhismaan meelo badan oo kamid ah dunidan xitaa wuxuu boqorkan lagu magacaabo Bakhtanasar sameeyay mid kamid ah arimihii ugu cajiibsanaa ee soo maray caalamka oo ahayd in uu gubay kitaabka lagu magacaabo Tawraat kadib markii uu boqorkan laayay dhamaan ba Yahooda gubayna kitaabka lagu magacaabo Tawraat waxaa intaas kadib imaaday boqor lagu magacaabo Koresh kaasoo burburiyay boqortooyadii uu ka talinayay Bakhtanasar boqortooyadaas oo lagu magacaabay Babil waxaana la sheegaa in boqorkan lagu magacaabo Koresh uu ahaa boqorkii ugu horeeyay ee soo dejiyay xuquuqda insaanka markii boqorkan lagu magacaabo Koresh uu burburiyay boqortooyadii Babil sidoo kalena xukunka ka riday boqorkii gaalka ahaa ee Bakhtanasar wuxuu u ogolaaday dhammaan bareer Bani Israa'iil in ay ku laabtaan guryahooda waana meeshaan halkii ay ka bilaabatay qisada ugu cajiibsan ee soo martay taariikh oo ahayd khisada ninkan lagu magacaabo Uzair kadib markii Uzair ku laabtay Baytul Maqdis kadibna uu arkay burburkii ku dhacay Baytul Maqdis iyo sidoo kale sida ay dhulka ugu la siman yihiin guriyihii ku yaalay Baytul Maqdis oo dhan wuxuu ninkan si tartiib ah u galay god ku yaalay meeshaas waxa uu dhahay sidee ayuu Alle ku nooleysiin karaa meeshaan sidaan u burburtay oo ugu la jeeday Baytul Maqdis intaas kadibna wuxuu dameer u watay iyo sidoo kale cunto ku xirtay meel ku agdhan wuxuuna jiiftay meeshaas wuxuuna ninkan meeshaas jiifay boqol
سنة إسقوا الله ونفتك خاضي كدبنا كسر علي بخل سنة كدب بلسة أنت لو جد جري بخل كاس سنة جدهود وحالة سي دمام ببيت المقدس سيدو كلنا وحو وقت جوز كوب دلي جيل بجيل ككسي دمبيا أنت أسكدبنا وحو الله نين كانوا صدر جري ملك سيو جسر علي نفتا أنت أسكدبنا وحو صنا على ذي بخل سنة كدب أركي ونين كان صو كعينة ملك يا يويدي إمسايا جيفتي هالكان وحو نين كان شيء إن وجيفي مالن أما سمالن بركيد أكيسة وحو شيء إن مشان وجيفي بخل سنة أو حرير سيدا عادي احنا نين كان ما وسن آمنين إن مشا سيو جيفي مدة بخل سنة بل سو وحو ملك يو شيء إن أوفيري دمير كيسة مركي يو أركي دمير كيسة وحو نخذي إسقى دم بلفو أنت هسكت ابنه وحاني كان هرتيس لغوسون ليسي دمير كا ابنا مركي يو نين كان أوبحاي بنانكا وحو أركي بيت المقدس أو نسمتي يضو حتى كبح ذي بربر كي يو جيستي بخت نصر يسيدو كلن بخرتو يدا بابل وحو نين كان أنت هسكت ابنه آمني إن أولين تي بخل سنة كدبنا أوصون على ذي أنت هسكت اب فيديو عفرت بخور إسوما ملي دنيا أن وحن وصل هذا الني فيديو هر أنصار دقي جنال كيغا نوله يو هو هنتيد بدنا إسوما ري تاريخ ذكون كان بخور كي ما ملي دنيا أو إذل وحن بخور كان ما ملي دمان نولها هذا حيوان أما هذا بن آدم سيدو كله هذا جن إيا شياطين وحن بخور كان أبو دولها إن أولها تل حيوان ذا سيد عادي قاه وحد دنيا إسوما ملي بخور بدن كواس إسوما ملي خيب كمد دنيا وحي كلو ما ملي خار كمد دنيا لكن waxaa jiray afar boqor oo soo maamulay dhamaan dunida laga soo bilaabo halka ay qoraxdu u dhacdo ilaa laga gaaro halka ay qoraxdu ka soo baxdo waxana boqoradaasi kamid ahaa boqor soo maamulay dhamaan dunida wuxuuna ahaa boqorkii ugu hantida badnaa iyo sidoo kale noolihii ugu hantida badnaa ee soo maray koonkan wuxuuna boqorkan awood u lahaa in uu la hadlo xayawaanada waxana u shaqeyn jiray qaar kamid ah jinka iyo shayaadinta sidoo kale wuxuu awood u lahaa inuu cirka ka soo daayo roob alla amarkiisa kadib wuxuuna aha mid kamid ah boqoradii ugu awooda badnaa ee soo maray dunidan waxa kale boqoradaas kamid aha mid uu alle siiyay awood aan xadidneyn wuxuuna dunidan soo maamulayay in ka badan 400 oo sano wuxuuna aha mid kamid ah dadkii ugu xumaa ee soo maray dunidan waxa kale lagu sheegaa inuu aha boqorkii ugu horeeyay ee u sujuuday sheeydaanka ama ibliis mana aaminaysid waxa lagu halaagay boqorkaas hadaba su'aasha ku soo dhacaysa maskaxda hadaba waxaan kuu la talin lahaa inaad soo fiirsato waxaana qisada ninkan noqotay mid kamid ah qisooyinkii ugu cajiibsanaa ee soo maray ilaa maalinteena maanta taariikhda islaamka sida caadiga ahna waxa qisada ninkan lagu xusay quraanka fiidiyowgeena maanta intaas ayuu ku ekaa hadii aad intan inala soo gaartay waxaan rajaynayaa inaad fiidiyowga noo like gareyso mahadsanid